اننا تقدمنا بطلبات ديال سلع شهود، طلبات احضار وثائق ايمانا منا بانه هذه الطلبات مؤثره في مسار هذا الملف. هذا الملف كما قلت وكما اقول دائما بني على كذبه كبيره قالها شخص مدان، مفادها ان مجموعه من الشخصيات العموميه واشخاص اخرين شركاء معه فيما سبق ادين به، وهي تهمه ديال التجاره الدوليه في المخدرات. هذا الشخص جاء وصرح وقال كلاما لم يقل به في يوم من الايام على الاقل في حق الشخص الذي اعذره هو سي سعد المنزل. واكثر من ذلك حتى بعد ان حكم وادين باحكام نهائيه تقدم بشكايات، سبع شكايات حدث فيها ما الاشخاص الذين قال بانه يمكن انه اساء له، ولم يعني يذكر اسم سي سعد المنزل في اي محطه من المحطات او اي وثيقه من الوثائق. لنفاجأ اخر هذه المسطره بانه ياخذ موقفا اخر. انا لا اعلم هل اوعز له ام هل هو من اختار هذا المسار بان يعني يدخل معه في هذا المعمعه سي سعيد الناصري اللي اليوم غادي يثبت البحث اللي اليوم احنا نباشره مع المحكمه المقرة ان كل ما قيل حق هذا الرجل هو غير صحيح، وبان هذا الرجل اللي اليوم متابع بجرائم يعني تتعلق بالشرف، جرائم تتعلق بالاخلاق، لانه نتكلم عن التجار في المخدرات، يعني لن اقول انه اريد ان ينهار هذا الرجل بهذه الجريمه، ولكن اقول لكم بانه هذه وقائع غير صحيحه. سيثبت الزمن انه تم هناك خطا كبير ارتكب بحق هذا الرجل وانه لا يستحق منا كل هذا. هذه وقائع اخرى تتعلق بملف اخر سبق ان اعتقل فيه اشخاص اخرين، يتعلق بواقع هذه الحزم مبلغ كميه ديال 40 طن تتعلق بالمخدرات، وقدم اصحابها الى المحكمه الجديده وادينوا. وقال هؤلاء الاشخاص من هم ومن الشحنه لمن تعود ومن جنداهم ومن 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 وهو من هو صاحب المخدرات وادينوا، ودين حتى الشخص الذي قيل انه هو صاحب الشحنه. لنتفاجأ باننا بنفس الشحنه ونفس الكميه ونفس الملف الذي سبق ادين من اجل هؤلاء الاشخاص يحرك من جديد ويقال ان هؤلاء الاشخاص هم اصحاب الملف. هي جوج الحوايج، اما ان هذوك الاشخاص اللي كان كلام السي الحاج بن ابراهيم صحيح، لان الاشخاص القابعين في السجن يقضون عقوبات ظلما وعدوانا، واما ان هؤلاء الاشخاص فعلا هم اصحاب المخدرات فسي سعيد هو معاه يقضون عقوبه، يقضون يعني السجن الاحتياطي ظلما وعدوانا. شكرا. يلا مع بعض. وسام نادر اش كتسالي لكم في الميناء؟ ايوا هذا وسام نادر هذا حكايه اخرى. هذا شخص سابق في تاريخ البحث التمهيدي في المغرب انه يستمع اليه عن طريق زوم، والمسطره الجنائيه لا تسمح بهذا النوع من الاستماعات، لذلك هذه الشكايه هل هي اسم المصير؟ لماذا؟ لانه المشتكي لم يكن يقول بانه الناصري معه شكا بكل شيء الا ان يذكر اسم سعد المنصري، وهذا كيشكي يعني هذا راجل تقدم بشكايه كيقولها شنو الناس اللي داروا مع التحفظ. انا كنقول دائما مع التحفظ بخصوص ما قالوا في هذا الشكايه، فلم يذكر اسم سعد المنصري فيها بالبات. ذلك اليوم حنا طالبنا باحضارها باش نناقشوا كاين. وبالنسبه للشاهدات اللي تيقول مره باعوا في موريتانيا مره تيقول باعوا، وهذا كلام غادي شوف هذا كلام غادي نذكروه في جلسه الفريق ان شاء الله. هذيك هذيك في الوقت ديال المالي في الحبس اللي كيقول المحكمه انني في الحبس، كتقول انا مشيت عنده ودرت قريت معاه الفاتحه في موريتانيا وكان في اقامه سياحيه، كان والزوجه الاولى كتقول راه معتقل سياسي عنده مشكل مع ابن الرئيس الموريتاني، والوقائع الملف تؤكد انه لا شيء من هذا. لذلك الاسبوع المقبل ان شاء الله الساعه 9 صباحا.